حضرات السيدات والسادة، إذ كان تشغيل هدف رئيسي من وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، فإن لهذه الاستراتيجية مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بكل فعالية. وبذلك تصب الحكومة إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا. ولتحقيق هذه الغاية تسعى استراتيجية المغرب الرقمي 2030 أولا إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات اللي يعتبرها المواطن ذات الأولوية، خصوصا الصحة، الحماية الاجتماعية، استثمار، تعليم والتشغيل. ثانيا إلى تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارة. ثالثا توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة كدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها. حضرات السيدة والسادة، فضلا عن المحورين اللي هما متعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى، كتعتمد كذلك الاستراتيجية على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة، يعني ان سيرفيس كلاود ديفيرسيفي، تحترم السيادة الوطنية وكتستجيب للمعايير الدولية وكتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص. والثاني تجويد تغطية شبكة الانترنت وتحسين جودة الاتصال الاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق الجيل الخامس لـ5G. حضرات السيدات والسادة، إننا اليوم نتوج عدة أشهر من العمل المكثف والتفكير الجماعي للمشاركة في بناء استراتيجية المغرب الرقمي 2030. أتمنى لجهود تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي الطموحة كامل التوفيق والسداد، كما أجدد تأكيد عزمنا داخل الحكومة على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وكتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي. والسلام عليكم ورحمة الله.